ما خلاص واندرت على غيره. وانا مش جاي الفوضى، انا جاي لك انت يا ست الكل لاجل العيش والملح، وما يرضينيش ان العالم كله يبقى داري باللي بيحصل وانت على ودينك لمؤاخذة. انت عايز ايه بالظبط يا حماده؟ نصرة بنت جلال هتبقى حرم فوضى وضرتك وعن قريب قوي. انت اتخبلت في مخك يالا انت ولا ايه؟ اللي سمعتيه، ولو مش مصدقه الطيب تأكدي بنفسك، ولو عوزت اي حاجه رقبة الطيب جاهزة. يا كبير، ده انا اول مرة احط عندك. يعني يابا لازم تديني مقامي برضه. مقامك؟ مقام مين يا جعير؟ هو انت نزاك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدق ياض. ليه كده بس يا كبير؟ ده مفيش حاجة حصلت في بيت فوضى الأسمر إلا لما حطت في حجرك بالصمت. تمن عمرك ياض. ولو اللي أنت جاي تهرف أنت مش قده هترخص روحك. اخلص. وأنا ماضي يا كبير، علشان اللي هتسمعه مني الليلة مش يساوي عمر أنا وبس. ده يساوي عمر المعلم جد الله ذات نفسه. أقول الله يرحمه ولا الله يفك حبسه؟ اسمع يا معلم، جد الله مات وشبع موت، ولو فودة مالي دماغك بكلام ماشي بنطارة واستخلى ورحمة أمي لأشقك نصين. ما أنا وصيت على اللي فيها يا كبير. لا، وصيت على اللي أوسخ من كده كمان. عارف مين يابا اللي ورا رمية المعلم جد الله في السجن؟ سلطان. سلطان هو اللي بلغ عنه. أنت بتقول إيه؟ وجبت الكلام ده منين؟ رحمة أمي يا كبير. أنا سامع سلطان وهو بيقول لي فودة بنفسه، ولو مش مصدقني يابا راح يسأل، ولو لقيت كلامي غلط أنا هحل روحي بإيدي. ربنا يخليك لي. سيد، أنت كان أنت سيد؟ أبويا يا سلطان، كلمة ورد غطار. انت اللي بلغت عنه. مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ ليه يا سلطان؟ ده انا عملتك زي ابويا، فتحت لك بيته ودخلتك على عياله، تطلع انت اللي مبلغ عنه؟ مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ انت ماسك فوقها يا سيد؟ هي اخرتها كده؟ خش ليك ماسك فوقها يا سيد ابو خالد. هتهمت غور السعادي، غور يا صلاح، غور يا صلاح. اهدى يا سيد، اهدى، ما تضيعش اللي بينا. ما عادش في حاجه بينا يا سلطان. ماشي يا سيد، انا مش هرد على السؤال اللي سالته لي انا اي حاجه. روح لابوك يا سيد واساله، قول له سلطان عمل معاك ايه. اساله الاول يا سيد، تلاقي حالك في راضي. بعد ما ترجع من عنده تعالى لي، هتلاقيني مستنيك. وانت ازاي عرفتي توصلي لي؟ حبيبتي مش دي القضيه، انا حكيت لك اني كنت صحفيه قبل ما ابقى مذيعه، يعني عندي سكك كتير. الفكره دلوقتي في ان احنا ازاي هنتصرف في مشكلتك مع معتز. انا حاسه انه هينفذ تهديده فعلا ويقدم بلاغ للنيابه وندخل في سين وجيم. عشان كده لازم نسبق وناخد اكشن قبل ما يقدم البلاغ، والا هتلاقي نفسك فجاه داخله في سكه قواضي ومحاكم، مش بعيد تلاقي روحك كمان في السجن. مش كده؟ مخبيش عليك، اللي زي معتز ده بيستمتع انه يستقوى على اللي زيك، اللي لسه بادئين طريقهم ومفيش حد في ظهرهم. يا ريتني ما قابلته ولا اتكلمت معاه من اصله. رحاب حبيبتي، خلاص اللي حصل حصل، المهم دلوقتي انك تواجهي الموقف وتدافع عن نفسك. ايوه، هعمل ايه بس يعني؟ تعملي اللي قلته لك، هتطلعي معايا في البرنامج وتقولي كل اللي حصل وما تخافيش. لا اطلع ايه؟ لا يمكن طبعا، قلتلك مش هينفع. لا تقدري، لما تعرفي ان دي الطريقة الوحيدة اللي هتطلعك من المصيبة دي هتقدري. اطلع اقول ايه؟ اثبت التهمة على نفسي اكتر، دي حاجة متسجلة وصوتي طالع فيها. كرمي صغير باسمك وصورتك من اي جورنال مستقل، ساعتها الموقف كله هيتغير لصالحك. نزلتي تعملي شغلك في مهمة صحفية عادي وبتسألي هرتل بالكلام. كارنيه؟ وانا اجيب كارنيه زي ده منين؟
ده عادي اطلعه لك حالا. هو انت بتعملي معايا كل ده ليه؟ اعتبريها مساعدة. رد جميل لحد وقف جنبي زمان زي ما انا واقفة جنبك دلوقتي. anyway يا رحاب، دي فرصة ممكن توقفك على رجليكي من جديد. اوعي تضيعيها. ليه يا ماما؟ عملت فينا كده ليه؟ عملت ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ انت فاضي بقى وجاي تقلب في القديم. ما انت عارف شلت المخدرات اللي وقعت بيه ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، بس انا عرفت كل حاجه. صاحبك اللي وقعك مش الشيله. مين اللي قالك الكلام ده؟ فوده؟ لا سلطان نفسه. غدر بيك وأصف عمرك بعيد عن عيالك. لا وفي الآخر بتأمنوا علينا. وفي حد يرضى كده؟ قبل ما لسانك وزك وتغلط في أبوك. سلطان ما غلطش. كله بكيفي. أنا وسلطان طول عمرنا كتفنا في كتف بعض. على الصح والغلط. بس هو قراها قبل مني. قال لك الغلط ما ربيش ولاد الحلال. حاول يردني ما رضيتش. قال لك ابطل ما سبتوش وتربط الدنيا فوق دماغه وغصبت على انه كمل. طب غدر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك مش كده؟ بعدين راح عمل ايه؟ بل ايده في الحلال ورب ابنه؟ ابنه طلع اوسخ مني وانا طلعت اوسخ منك. انا مفيش اوسخ مني يا سيد. ما تعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ورميته هنا. لو الدنيا دي فيها وساخه انا اللي علمتها الوساخه. لولا سلطان واللي عمله معاكم كان زمانكم ضعتوا. انت كمان بتدافع عنه؟ والزمه بتحب على راسه. سلطان ما غلطش، انا اللي اجبرت على الاذى. الاذى ما طلقش لوحدك، الاذى طلق كلنا. عشان كده حقق نفسه قدامي وعاد كلمته بالدم انه حاجة عليك ويحميكم من نفسكم. وحمانة؟ ما انا قدامك اهو مشيت في نفس السكة اللي انت مشيت فيها. يمكن لو كنت في وسطينا ما كانش ده حصل لنا. انت اللي اخترت السكة اللي انت ماشي فيها يا سيد ولا ايه؟ عارف اللي قاهرني وقاطع فيا مش انك ماشي في الحرام، لا انت بتفكرني بجدلنا بتاع زمان اللي مش هيرد الروح الا لما يقع. ارجع يا سيد، ارجع يا ابني قبل ما تقع وما تلاقيش اللي يردك. لا مش هرجع وهفضل مكمل عشان مفيش حد يقدر يوقعني. عارف ليه؟ عشان مفيش حد يستجري ان هو يبيع سعيد بوخارست. يا دهمت بقى، ما خلاص لميناه. يعني ايه يابا؟ يمد ايده عليك كده بالسهل؟ هو احنا ايه، هفق؟ طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك حقك، ولو مش عشانك هيبقى عشان انا. وانا عاجز عن جيبان الحق يا رجل، بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين ابوه، ما تدخلش انت فيه. الله، هو انا اتحمق لك تزعل، انا بفضلك برضه تزعل، هو انا ابنك ولا انت لاقيني في الشارع؟ لا يكون سيد بوخارست هو ابنك انا مش داري. يا ابني بس طبع الصبح، اليوم لسه ما ابتداش، وكفايه اللي عاملاه يونيا واخده الواد وعماله تلف بيه على بيوت الحاره. ولا ده راخر الغلبان، الظهر قدره ما يحنش علينا الغريب. ولا من الصلب ما ينفعش. انت بترمي تقول يا صلاح؟ سيبك كلامها يزعل. خلص يا صلاح وانا مش عارفك، هات اللي في جوفك واخلص. شوف يابا، انا عشت طول عمري مضحوك عليا من اقرب الناس، مره من اعز اصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص
مرة من أخته اللي حبيتها وكنت مستعد أموت نفسي وأخش جهنم عشانها. وبصراحة بقى أنا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليك. أنا مين هو؟ من الآخر الواد ابن إيمان. مش ابنك يا مصطفى. مش من سنة. أنت بتقول إيه هاك؟ أنا بقول الحق وعندي 100 طريقة أتأكد. أنت عارف اللي أنت بتقوله ده؟ قلتنا فين؟ عارف. وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى.